أنا جني وأنت من أنت؟ أنا طارق. طارق؟ نعم طارق شكري، من أين أنت يا جني؟ من هنا. من هذا المصباح؟ نعم من هذا الفانوس. من المصباح أم من الفانوس؟ المصباح هو الفانوس. أنت كبير والفانوس صغير. يا طارق، هل هي أختك؟ لا هي أمي. هيا يا طارق، بابا في غرفة الجلوس. نعم يا ماما. أين الحقيبة؟ حقيبتي أم حقيبتك؟ حقيبتك. حقيبتي هنا. طيب وأين المسجلة؟ المسجلة هنا. والمصباح؟ المصباح هنا أيضا. والخريطة؟ هي هنا أيضا. وجواز السفر؟ هو هنا كذلك. والبطاقة البنكية؟ هي هنا. وكراسه؟ الكراس في الحقيبة كذلك. طيب يا أمين، هذه نور زوجتي. تشرفنا يا سيدة نور. مرحبا يا سيد أمين. وهذا طارق ابني. أهلا وسهلا يا طارق، كيف حالك؟ أنا بخير شكرا. أين التذكرة يا أمين؟ التذكرة هناك، هناك في الجيب. يا أمين يا أمين، التاكسي هنا يا عصام. طيب وأين الكاميرا؟ هل الكاميرا هي آلة التصوير؟ نعم هي هنا. وهذه ريم ابنتي. أنت مصورة ممتازة يا ريم. من أنت؟ من أنت؟ أنا جني وأنت من أنت؟ أنا جني وأنت من أنت؟ أنا طارق. أنا طارق. من أين أنت يا جني؟ من أين أنت يا جني؟ من هذا الفانوس. من هذا الفانوس. المصباح هو الفانوس. المصباح هو الفانوس. أنت كبير والفانوس صغير. أنت كبير والفانوس صغير. هيا يا طارق، هيا يا طارق. بابا في غرفة الجلوس. بابا في غرفة الجلوس. أين الحقيبة؟ أين الحقيبة؟ حقيبتي أم حقيبتك؟ حقيبتي أم حقيبتك؟ المسجلة هنا. المسجلة هنا. المصباح هنا أيضا. المصباح هنا أيضا. الكراس في الحقيبة كذلك. الكراس في الحقيبة كذلك. هذه نور زوجتي. هذه نور زوجتي. تشرفنا يا سيدة نور. تشرفنا يا سيدة نور.
أهلا وسهلا يا طارق، كيف حالك؟ أهلا وسهلا يا طارق، كيف حالك؟ التاكسي هنا يا عصام. التاكسي هنا يا عصام. هل الكاميرا هي آلة التصوير؟ هل الكاميرا هي آلة التصوير؟